نفس البشر يصير مجرد طماع، فإذا اللي بدك تكتب أضعاف رأس ماله وهو مش عاجبه فبالتالي أنت طماع، فلهذا 50% ولا 30% ولا 70% ولا 100% كون قنوع وكون حريص وقسم أموالك لأجزاء. وإدارة رأس المال دائما مهمة، يعني أنا في شروحات سابقة حول التداول كن نبهت لإدارة رأس المال. إدارة رأس المال أمر مهم جدا، لو بدك تربح 5% وتدير رأس مالك 5% كل يوم وتدير رأس مالك بشكل كويس بحيث ما تتكش لبحدة، يعني إذا الإدارة الأقدمية راح تكسب 150 بالشهر بالمية، يعني راح تكسب كتير، فما بالك إذا أنت عليت النسبة أعلى. فخليك واقع في نسب البيع أو الشراء، خليك متفطن، لأنه ناس كثير بتحاول النصب للأسف الشديد، يعني مجال مربح لكنه خطير، بعيد بكرر مجال مربح لكنه خطير. أما إذا رتبت أمورك، جهزت حساباتك، جهزت كل أسلحتك، مهما كان رأس مالك صغير ولا كبير راح تكون راضي جدا عن الأرباح اللي راح تطلعها، يعني خلال الشهور مثلا راح تصير تاجر محترف وتصير ما تتلحق تبيع، يعني من كثر البيع والطلبات راح تصير تشوف البيتكوين ولا الثلاث بيتكوين ولا خمسة بيتكوين بتطير منك طير، وين راحت وين ما بتعرف، يعني بتصير عليك طلبات كثيرة. وغير انه في اشخاص راح يعتبروك كصديق، انا في بعض الباعة مثلا صار عنه كصديق، يعني يحترموني واشتروا مني بعدة مرات، يعني التجارة حرة بتمنحك يعني شعور لا يوصف بانه بتكون زبون، تكون عملاء خاصين فيك، بيحبوا يتعاملوا معك مهما كانت اسعارك، مهما كانت كمياتك راح يتعاملوا معك بلطف، راح يتعاملوا معك بثقه، لانه في اشخاص جد موثوقين في الموقع حتى رغم انهم اجانب، لكن فيهم ثقه في بعض الاشخاص. طرق الامان لازم تاخذها، مثلا لازم تاخذها، يعني مثلا تطلب هويه المتعامل، تشوف حسابه في باي بي المتوافق مع الهوية. في أمور أخرى عن الأمان أنا لسه ما تأكدت منها، راح أبحث إن شاء الله، وده الكيت طرق للأمان أخرى راح أشرحها إن شاء الله. طور معلوماتك، يعني كون مستعد لأي طارئ ممكن يحدث. لهون بيكون هاي الدورة انتهت. دورة أنا ما شرحت التعامل مع الموقع، لأنه في شخص شرح كيف التعامل، يعني كيف أبيع، كيف أضع عرض، كيف هذا، في شخص اسمه شرح هذا الشيء من قبل، فراح أترككم الفيديو الخاص بي. وأنا فقط شرحت استراتيجية العمل ومصادر البيتكوين اللي ممكن تشتري منها. لحد هون أنا خلصت هاي الدورة اللي استمرت أكثر من ساعة، فبتمنى إنها تعجبكم، وما بدي ولا أي شيء غير إنكم تدعوا لي وإنه تكون هاي الدورة مفيدة لكم فقط لا غير. إلى اللقاء.